حاسس شريف ان انت فعلا دي كانت بطوله صعبه قوي، والجزء الثامن من السؤال ان انت قلت خلاص انا عايز اجدد طموحي في حته تانية، وانت كنت حاطط هدف النادي الاهلي قدامك. هل فعلا كل طموحك اتحقق في النادي الاهلي، وكان نفسك كمان حاجه كنت تحلم بيها وما اتحققتش؟ لا طبعا اكيد، انا دايما البني ادم اللي بيقف عنده طموح ده ما يبقاش طموح، لازم تبقى طموحك اكبر، يعني ملهاش حدود. انا دايما كانت طموحي كبيره جدا، انا بس يعني في طبعا بيبقى في ثغرات في حياه طبيعي. يعني في حياتنا. انا كان نفسي اكمل بالذات في منتخب مصر، يعني ما خدتش فرصه كبيره في المنتخب، ودي النقطه دي كانت مزعلاني. يمكن انا قسوه، يعني كان في شويه قسوه مني شويه يمكن على الكابتن حسن شحاته والجهاز الفني في فترات. انا بعتذر لهم طبعا وبحترمهم جدا، لو تجاوزت الحد في ان انا اتكلمت عن حد فيهم بشكل غير لائق. طب كان ليك تصريحات اعلاميه يعني ضدهم او هاجمتهم في التوقيت ده؟ مش هاجمتهم، يعني هو كان اتكلمت قسوه شويه، كان زعلان. انت عارف كابتن علي لما واحد طبعا بيبقى فيه وقت بتحس ان انا فعلا كنت نفسي اكون موجود، لان كان من حقي في الفتره دي من وجهه نظري ان انا ابقى اساسي في منتخب مصر. يعني لان انا الحمد لله كنت لعيب اساسي في النادي الاهلي، كنت حاسس انك كنت توب فورم، يعني انت بتحس توب فورم بنفسك. جدا. وفي يا كابتن هاني كمان، انا لو تفتكر ماتش النايجر، في النايجر ماتش النايجر تصفيات افريقيا اتغلبنا 1-0 هناك تقريبا، خسرنا 1-0 بالظبط. المباراه دي اول مباراه ليا رسميه. حظك كمان يا ساتر. مش حظي ما انا واخد النايجر في النايجر ليه؟ لا بس الحمد لله بتلعب في اي حته، ما انت لعيب كبير، ما انت منتخب مصر، بس هي ظروف الماتش ما بتتكررش. الحمد لله انا طالع احسن لعيب في الماتش. الماتش كان وانا من ساعتها ما لعبتش تاني. والله ماشي، لعبت مثلا زامبيا، في زامبيا تصفيات كاس العالم انزل شويه، الجزائر الاحداث بتاع الجزائر كلها انا ثلاث ماتشات موجود فيهم. بس ما شاركتش موجود. تصفيات تانية موجود، كل ده موجود. كانت وجهه نظرهم ايه يا كابتن شريف؟ لا لا بص، يا المدير الفني، بص ما انا عشان في موضع المدير الفني كابتن هاني يحس بيا. انت تقول لي بقى ايه دلوقتي، ايه وجهه نظرهم؟ بتبقى رؤيه فنيه، وبعدين بحتة. بعد ما انت بقيت مدير فني اكيد برضو وجهه نظرك دي اختلفت، يعني مختلفه 300 طبعا. دايما لعيب الكوره بيفكر في نفسه بس، ده حقيقي. المدير الفني بيفكر في التيم كله مش اللعيب. دلوقتي بس. بتقول ايه؟ انه عدم مشاركتك في الماتشات دي كان هم عندهم حق بسبب ايه؟ لا انا برضو كنت لغايه دلوقتي انا بقول دي هو وجهه نظر فنيه لي هو خلاص، بس انا كنت ممكن احق في الوقت ده اخد فرصه. هي بتبقى وجهات نظر من حته بالزبط. هو شريف يحس بيها اكتر كمان، ان هو في وقت انا بحس كلاعب لا ده انا، هو مش ان انا احسن من اللي بيلعب، لا انا حاسس ان انا دلوقتي اقدر ادي يعني الدور دوت دلوقتي دوري. يعني ممكن الماتش اللي جاي ما بقاش دوري فدلوقتي بالزبط. فماتش ورا ماتش بيعدي انت بتحس ان انا لا يعني عايز اخش بالظبط، ولو جدا. دخلت ما حدش هيطلعني، الاحساس بيبقى هو كده. هو ده، ما هو في وقت يا كابتن انت عارف طبعا في حاجات في الكوره كواليس كده. هو لو خد دلوقتي مش هيطلع تاني. فاديله في حاجه تانية. انت كنت يعني انت كنت عامل ان برضه في شويه حسابات معينه غير حسابات الفنيه، يعني ده طبيعي. ده طبيعي في الكوره وده اتعودنا عليه كتير، واتحطينا في مواقف اكتر من كده كتير، حتى مع الفرقه بتاعتنا، حتى مع الفرقه اللي بنلعب بنشارك فيها مش المنتخبات بس. بنتحط في ظروف ضغط كبير جدا، في مدرب بيلعب على عقليه لعيب المنتاليتي، يعني مستر مانويل جوزيه استاذ في القصه دي طبعا. بيلعب على عقليه اللعيب وعلى شخصيه اللعيب المقام الاول. لان انا لما اجي دلوقتي كابتن، بما اني دخلت في مجال التدريب، فانا بدرس كل شخصيات المدربين، من جوزيه مورينيو لجوارديولا لزيدان لمانويل جوزيه، معايا التجارب الخاصه انا ومستر بوكير الالماني اللي اشتغل معايا ده، الراجل ده انا بعشق فكره. انت بتقعد تذاكر لهم يا شريف؟ طبعا شخصيه المدرب ده لازم. ما انا في لعيب معلش يعني الشخصيه البرتغاليه بالذات يا كابتن هاني، المدربين البرتغاليين لو تلاحظ